اصلا بالتعبان فكرت اذا كان سام ولا لا. لا انت هتحرق لنا البرنامج بقى ولا يا عمي؟ ما ظهرت في البرومو يا عم. ايه ما ظهرت في البرومو؟ مش ظهرت في البرومو. لا والله شوف انا يعني بص الحمد لله انا ما كنتش اعرف طبعا لحد دلوقتي في 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 عارف انا محتاج اتطعم. انا بحس بانياب بتطلع لي وانا نايم. اهو يعني حاجه تخلص ذنوب ناس كتير ومنهم ذنبي. تصدق حاجه تخلص ذنوب ناس كتير حصل وحياة ربنا. قلت ربنا بيخلص بقى حاجات بقى.